بسم الله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وبقدرتك تجعل الصعب إذا شئت سهلا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أهم كود في الأكواد البريطانية عن البيم، اسمه BS 1192 الجزء الثاني، وده صدر سنة 2013، وده تحميله مجاني يعني مفهوش أي مشكلة، مش لازم تشتريه. تمام. هو في الأول بيشكر الناس اللي ساعدت في الكتاب أو بعتت معلومات، وبعد كده هنبدأ في الصورة ديت. الصورة دي من أهم الصور، بيم ماتيوريتي ليفلز. بيقول لك إن أنا عندي البيم هنقدر نقول إن هو 4 ليفل، يعني لما نيجي نقيم سواء أشخاص أو شركات أو دول بنبدأ نقول إن إحنا عندنا 4 ليفل. ليفل زيرو ده الناس شغالة من غير كود وشغالين كاد ومش بيعملوا كوردينيشن مع بعض، يعني في مشاكل كتيرة جدا في موضوع الليفل زيرو دوت. تمام. وبصراحة أغلب الدول وقع في الليفل زيرو دوت، وفي دول أدركت الموضوع دوت وبدأت تحل الموضوع. يعني بريطانيا في 2011 كانت بتقول إحنا في الليفل زيرو، وفي 2016 خلاص بقى من أول أبريل بقى خلاص أغلب الشركات شغالة في ليفل 2. طيب ليفل 1 يعني انت شغال 2D و3D بس، مفيش تبادل المعلومات بين الاقسام المختلفه. يعني المعماري ممكن يكون شغال على ملف وبيدي للكهروميكانيكال ملفات كاد عشان يشتغل عليها، ممكن يكون واحد قسم من الاقسام بيشغل بيم، او شغال بيم بس مش عارف يتواصل مع بيت الاقسام، ما بيعرفوش يعملوا سينكرونايزيشن مع بعض. وانا بالله عندي كود BS 1192 2007، وده ينفع تشتغل بكاد. تمام. يعني هو بيحدد ازاي طريقه الشغل وحاجات زي كده، وكل الكلام الموجود في الكود دوت ينفع تشتغل بيه على الاوتوكاد وينفع تشتغل بيه على البيم بدون اي مشاكل خالص. في ليفل 1 هيبدا يظهر معاك كود BS 8541 الجزء الثاني. طيب في ليفل 2 بيبقى عندي كذا موديل، عندي واحد للاستراكشر، واحد للمعماري، واحد للكهروميكانيكال، بيبقى عندي واحد لتشغيل الموديل، وبيبقى يظهر عندي الكود BS 1192 الجزء الثاني اللي احنا فاتحينه دلوقتي، والجزء الثالث تشغيل، والBS 1192 الجزء الرابع، وبيظهر بقى معايا الاكواد BS 8541 الجزء الاول والثالث والرابع والثاني طبعا. تمام. ليفل 3 وده ما حدش لسه وصل فيه، ده احنا عايزين كل الناس اللي شغاله في المشروع يكون هو عندها موديل واحد، مفيش حاجه اسمها تصدير من موديل لموديل اخر. تمام. يعني ما ينفعش ان انا اقول ان انا هشتغل هنا ال 3D وبعد كده ال 4D هاخد الموديل اصدره لبرنامج اخر او ال 5D، او لا، هو موديل واحد والناس كلها بتشتغل عليه. وده هيظهر معايا بقى كود IFC BS ISO 16739، BS ISO 29841، الايزو 12006. تمام. الكود دي مهمه لو احنا اختلفنا في حاجه. طيب دي من الصور المهمه جدا اللي لازم نكون فاهمينها لو احنا ناويين نشغل بيم. الفكره كلها في ايه؟ ان انا هبدا الشغل بتاعي بايه؟ هبدا بان انا اقعد مع المالك واعرف هو عايز ايه. تمام. دي البدايه الاولانيه. تمام. هل ممكن يكون في بدايه تانية؟ ممكن في بدايه تانية ان انا اكون المبنى كله اتعمل وهو عايز يعمل موديل عشان يشغل المبنى، فهيجي لي هنا يقول لي خد كل المعلومات اللي موجوده قبل كده حولها لي البيم عشان ابدا اشتغل بيها ويبقى عندي اسيت انفورميشن موديل. يعني ممكن ابدا من هنا يكون المبنى قائم، او لسه المبنى مش هيكون قائم فانا اقعد مع المالك اشوف هو عايز ايه. طيب بعد كده بنعمل بيم اكسكيوشن بلان. بيم اكسكيوشن بلان دي بتتعمل مرتين، مره قبل العقد بقول له انا هعمل كذا 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 كذا، لما هو موافق فيروح ماضي معايا العقد ونبدا نعمل بيم اكسكيوشن بلان ثانيه، او هو معترض على حاجات ينفع تتعدل فنعدلها، او هو مش موافق نهائي العرض مش مناسبه خلاص بيتفق مع شركه ثانيه. طيب خلاص استقرينا وعملنا البيم اكسكيوشن بلان واتفقنا فيها هنشتغل ازاي، بندخل بقى على ماستر انفورميشن ديليفري بلان، بنحدد التسليمات هتبقى امتى. انا مش هخلص الشغل واقول لك خد الشغل اهوت، لا، واحده واحده هبدا اعمل موديل بسيط واوريه لك، لو عجبك هبدا ادخل في تفاصيل اكتر، لو عجبك هدخل في تفاصيل اكتر، بحيث ما اجريش لو انا اديتك الموديل كله لما اخلصه ممكن تقول لي لا ده انا مش هو ده اللي انا عايزه، فاضطر اهد كل حاجه وابدا اشتغل من جديد. فانا هبعت لك الفكره اقول لك والله الكونسبت اهوت موافق عليه، طيب هبدا ادخل لك في بعض التفاصيل، موافق عليها ابدا ادخل في تفاصيل اكتر وتفاصيل اكتر لحد ما اعمل لك اللي انت عايزه بالظبط.
طيب الجزء دوت ده اثناء التصميم والتنفيذ، ان انا بقى عندي كذا مرحله من المراحل، كل مرحله فيهم هبدا ابعت لك موديل، فانت بتبدا تعمل شيك هل هو ده اللي انت عايزه. لو انت موافق عليه خلاص بنكمل، لو انت مش موافق عليه بتقول لي لا انا عايز اعدل. طب لو ما اتفقناش خالص، يعني انت عايز حاجه واحنا قلنا لك لا ده مستحيل ان احنا نعملها او احنا مش مقتنعين بيها، خلاص بتشوف شركه تانية، مفيش اي مشكله خالص. فاحنا في الاول بنقعد بنشوف البريف، وبعد كده الكونسبت، وبعد كده الديفينيشن، وبعد كده الديزاين، وبعد كده البيلد، وبعد كده بتسلم المشروع هاند اوفر وكلوز اوت، تقفل المشروع. قفلنا هنا خلاص بنبدا بقى ناخد المعلومات كلها، ويبقى عندي ملفات دوكيومنتيشن وملفات نون جرافيك داتا وملفات جرافيكال داتا. ده شرح الكلام اللي احنا قلناه، دي الكود المهمه جدا اللي انت المفروض يعني لما ترجع لها لما تحصل فيه مشكله او اختلفنا في حاجه. دي بعض التعريفات، يعني ايه هو الاسبلت، تمام، ايه هو الاسيت انفورميشن موديل، الموديل اللي احنا هنستخدمه اثناء التشغيل المبنى، تعريف الكلاينت، تعريف الكلاسيفيكيشن، تعريف مين هو صاحب الموديل، ايه هو الكومن داتا انفايرمنت. الحاجات دي هتيجي معانا كلها واحنا شغالين، يعني هو انا بشرحها بحيث ان انت لما تقابلها ما تفاجئش بيها، تمام. فهنبدا نشوف بعض الحاجات المهمه دي، الحاجه اللي احنا اتكلمنا عليها، هو بيبدا بقى ايه ياخدها خطوه خطوه. هنا بقى بيبدا يشوف الكوردينيشن هيتم ازاي بين الاقسام المختلفه. دي بقى من اهم الحاجات اللي هي كومن داتا انفايرمنت، تمام، هو ذكرها قبل كده كذا مره. هي عباره عن ايه؟ عباره هندير الملفات ازاي، تمام. يعني الفكره كلها ببساطه ان انا هيبقى عندي على الجهاز بتاعي باختصار 4 فولدرات، تمام. ورك ان بروجريس ده موجود فيه كل قسم هيشتغل في الموديل بتاعه، وبقيه الناس ما تقدرش تشوف اللي موجود في ورك ان بروجريس. يعني معماري عنده فولدر اسمه ورك ان بروجريس، ما فيش حد غير المعماري يقدر يفتح الملف دوت او يقدر يعمل لينك او يقدر يشوف الشغل اللي فيه. ليه؟ لان ممكن اكون بعدل حاجه وبجرب حاجه، يعني مثلا ايه في حمام معين مش عارفه لو جه هنا هيبقى شكله حلو ولا لا، فنقلته وخدت كوبي وبعمل ميرور وبلفه فلسه شغال، فواحد عمل لينك فخد الحاجه ديت وبدا يشتغل عليها، وبعد شويه يلاقي ان الشغل دوت اتغير تاني يوم فهتحصل مشكله. فدي ده المطبخ بتاعي، تمام. لما يبقى كويس في شخص مسؤول ان هو يعدي او ياخد كوبي من الملف دوت ابروفد للشيرت. الشيرت دوت دي الملفات اللي التانيين ينفع يعمل عليهم لينك ويبدا يشوف الحاجات اللي فيها، تمام. ده فولدر مهم جدا اسمه الشيرت، ده اللي بنشتغل عليه. يبقى انا كده عندي حتى الان فولدرين، فولدر في كل قسم حاطط شغله وبيتعامل مع نفسه ومحدش شايف الشغل بتاعه، تمام. ممكن مثلا في الكهرباء بيجرب توصيله، تمام، وبعد شويه يلاقي غلط فيرجع في شغله براحته خالص، بس المهم في الاخر خالص لما يعمل يتاكد الشغل كويس يعديه من بوابه اسمها ابروفد عشان تروح الشيرت. في الشيرت بنبدا نعمل لينك ونبدا نشوف شغل بعض. طيب خلاص اكدنا ان الشغل كويس وينفع يخرج بره، خلاص بيعدي من بوابه ثانيه اسمها السورد، بيبدا يشوف ناخد الموديل دوت ونحطه في فولدر بابلش، ده اللي ينفع نوديه للمالك، ينفع نديه للسبلاير، ينفع نوديه للاشخاص الاخرى اللي بره الشركه. طيب كل فتره بعمل بتاكد ان الشغل سليم وبعدين باب رقم 3 عشان احطه في الاركايف. الاركايف دي على اساس لو عايزين نرجع لحاجه قديمه، يعني هو بعد ما عدل وهاتوا الحاجه يمين قال رجعوا شمال، او احنا عايزين واحد جه جديد فعايز يعرف سر العمل كان تم ازاي، ايه اللي خلاه وصلنا للمرحله دي، او حصل حاجه مثلا وضاعت فاحنا نقدر نرجع للاركايف لحاجه مثلا من اسبوع. فالاركايف ده بنحتفظ بنسخه احتياطيه كتاريخ كهيستوري، ما ينفعش اجي هنا واعمل لينك لان دي حاجات قديمه، تمام. فاحنا بنعمل ابديت كل شويه فما ينفعش هنا، تمام. طيب بعد كده ممكن تكون في بعض الحاجات هتتعمل بره، مثلا في ابواب اسانسيرات حاجات معينه تتعمل بره بنبعتها للسبلاير، والسبلاير بيشتغل من غير ما احنا نشوف، ولو الشغل بتاعه خلص بيبعته لنا نروح حاطينه في الشيرت، ونقدر نتبادل معلومات انفورميشن اكشنج من هنا، تمام. طيب
وشغل بتاع المالك الموافقات وحاجات زي كده بتيجي هنا، لو هو موافق عليه بنبدأ نخش على المرحلة نطور الشغل بتاعنا. يعني هو شاف البابلش وشاف ان هو كويس، فنقدر نعمل ابديت للشغل ده. طيب لو خلصنا الشغل والمشروع استلم وبدأ الاوبريشن، بناخد الشغل كله نديله هنا، يبدأ بقى ايه يحطه عنده في الملفات بتاعته. لو وبعد كده حصل اي تعديل، حد عايز يلغي اوضه، يضم اوضه، يعمل دور كمان، بيروح حاطط هنا في الورك ان بروجريس نفس الفكره، بحيث ان ما حدش يشوف حاجه لسه ما خلصتش. لو خلصت بيروح نقلها للشيرد، لو الشيرد خلاص خلص شغله وينفع الناس تاخد الملفات يحطها في البابلش، وكل شويه بيعمل اركايف، وكل شويه لو هو عايز يتاكد بيروح باعت للمالك يتاكد ان الشغل ده سليم ولا لا. تمام، ولو في اي معلومات من بره، في شخص اخر شغال في سيرفي، بيبدا برضه يدينا المعلومات، لو اكسبت بنحطها هنا في الشيرت. دي من اهم الحاجات اللي لازم نكون فاهمينها، بحيث ان في ناس كتيره بتتلوث فيها. تمام، هنا بنتكلم على تسميه الملفات، فاحنا ممكن نقول ايه هنا البروجكت لوكيشن، وبعد كده شرطه، وبعد كده هنعمل حرفين مثلا للمالك، وبعد كده بنكتب مثلا الفوليوم، بعد كده بنحط الدور، لو مثلا ال جي 1 يبقى ده اللور جراوند، ولو دور اول بنكتب ده الدور الاول تاني، وهكذا، بحيث ان اللي يشوف الملف يعرف ده بتاع ايه. السي ار ده بيقول مثلا الكراش ريتيشن، فيه بيبقى فيه ورقة كاملة بتقول مثلا المعماري هياخد رقم كذا كذا كذا، كن كل واحدة من دول ايه الحاجات اللي موجودة فيها. تمام، يعني دي طبعا هتتغير حسب المشروع. عندنا مثلا المالك هيتغير حسب المشروع، هنا ده رقم بحيث ان ما بقاش فيه لوحتين لهم نفس الرقم، بتعمل سيكونس. يعني طريقة التسمية دي بحيث ان ما بقاش فيه ملفات متكررة، او ما بقاش فيه لخبطة في الشغل، لا بيبقى منظمين الشغل بتاعنا. تمام، هنا بيتكلم الورك ان بروجريس، المعمار شغال، وبعد كده بيحط فيه الشيرت. انا بتكلم على تفاصيل الموديل، يعني ده موديل في البريف، بعد كده لما بندخل في الكونسبت، وبعد كده في الديفينيشن، بعد كده الديزاين، وبعد كده البيلد، وبعد كده هاند اوفر بسال المشروع، وبعد كده التشغيل، ايه المعلومات اللي هتبقى موجوده في كل واحده فيهم. ده بقى بيبدأ يجيب بعض التعريفات او بعض الاختصارات، بحيث يقول لك الاختصار ده مقصود بايه. ده المواقع بتاعتهم، بحيث لو انت عايز تحمل اي كود من الاكواد، اغلب الاكواد ببلاش، وفي بعض الاكواد بتبقى بفلوس. بيتكلم على الكود البريطاني ده كده، بس ايه نظرة سريعة على موضوع الكود. تمام، وهو ممتاز جدا، بحيث ان انت لو اختلفت في حاجة او توحد اللغة بينك وبين الناس اللي شغالة في المشروع.